نشرة إخبارية تأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تقرير حصادها خلال عام 2021 من شهر يناير حتى ديسمبر إنه تم تقديم رعاية التأمينية في جميع المراحل بإجمالي 2037 طالب، فيما بلغ عدد الطلاب المستفيدين من التأمين على الطلبة 403 طلاب في جميع جوانب العملية التعليمية في ضوء استهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2020، والتي تعد المرجعية الأساسية التي يستند إليها في عملية التقييم. أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الاستعانة بعدد من المشرفين اليابانيين في المدارس المصرية اليابانية الموجودة على مستوى الجمهورية، وقالت الوزارة أنه تم توزيع 11 مشرفاً يابانياً على 21 مدرسة مصرية يابانية في عام 2020، وكما تم توزيع 21 مشرفاً يابانياً في 23 مدرسة مصرية يابانياً في عام 2021. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 من يناير الحالي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلاً من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022. واقتصادياً، تفقد المهندس كمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن المشروعات التي تم وجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة المتابعة والانتهاء من الأعمال بالمشروعات القومية للعمل على جذب السكان بالمدن الجديدة، والتي تشمل على نحو 3312 وحدة سكنية كاملة التشطيب تم الانتهاء من تنفيذها. أعلن شقيق الفنان كاظم الساهر حسين جبار عن وفاة شقيقهما الأكبر علي جبار، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ورياضياً، شهدت الرياضة المصرية والعالمية اليوم الأحد العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدماتها: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوة المقامة من العامرية فاروق وتطالب بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما يترتب عليه من آثار، واعتبروا كأن لم يكن شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن نفاذ قرار الجمعية العمومية بإعلان فوز العامري فاروق. ونختم بأسعار الذهب، حيث سجل سعر ذهب عيار 18 الأكثر انتشاراً نحو 685 جنيهاً، كما سجل سعر ذهب عيار 21 نحو 799 جنيهاً، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 913 جنيهاً. ويتراوح متوسط سعر المصنعية والنمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهاً باختلاف نوع عيار الذهب. وإلى هنا انتهت نشرة الأخبار، شكراً لكم وإلى اللقاء.